هل يسمع المجد صوت الأحياء؟ قد يمون تيمو مريدا أمام فما وأنت أمويو. نعم يسمع المجد صوت الأحياء والأدلة كثيرة. إند مونتيمو مريلا أما فزو ينكول زأنت أما يندي بمعبون دي أمبيري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى أنه يسمع قرع نعالهم. صلى الله عليه وسلم أنات دي تودي قبولا كي كدو مانداز بالي أكين دي بني قبولا بيتا إيه أما فقوصو لسبتو زاو. عن ابن عمر رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر وقال هل وجدتم وعدكم ربكم حقا ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول. كان فروزا لسجين ابن ماركوتا دائما تميك بجتيم يجوم جنال مالا بدر ديبا إيانا دقودم وزبزا زنغا دنا قلو جيزا نبويمان ودي زوانا كنا قنا ديسان تشدا قنفان تأقف أمالي مالو أمين وزومين دقويان كولو.